السلام على الضاحكين وفي قلوبهم سنين بكاء، أولئك الذين كرروا العيش ولم تخالفهم الحياة بعد. إن الحب هو الذي يحول المر حلوا والتراب تبرا والكدر صفاء والألم شفاء والسجن روضة، هو الذي يلين الحديد ويذيب الحجر ويبعث الميت وينفخ فيه الحياة. هكذا أود أن أموت في العشق الذي أكنه لك كقطع سحب تذوب في ضوء الشمس. أتريد أن تدخل إلى الفردوس؟ تحتاج إلى رحمة الله لتسير على الصراط المستقيم. جميعنا نواجه الموت في النهاية، لكن كن حريصا وأنت على الطريق، إياك أن تؤذي قلب بشر. تجاهل أولئك الذين يسببون لك الخوف والحزن، الذين يحيطون بك نحو المرض والموت. إن عشق الموتى ليس دائما، لأن الموتى لا يعودون إلينا، وعشق الحي بالنسبة للروح والبصر أكثر نضارة كل لحظة من البراعم. والهجر موت بطيء، نتذوق الموت فيه كل مرة. ولن تملك قلب الحبيب إلا بفقدان قلبك. كل نفس ذائقة الموت، إلا أن الحياة لا تتذوقها كل الأنفس. في يوم وفاة عندما يسيرون بنعش، لا تظن أنني متألم لفراق هذا العالم، فلا تبكي من أجلي ولا تقل واسفا واسفا. فوقوعك في مخيض الشيطان مدعاة للأسف، وعندما ترى نعشي لا تصرخ الفراق، فوصالي هو في هذا الزمان ولقائي. وحين أودع القبر لا تقل الوداع، فالقبر هو حجاب على مجمع الجنان. سيأتي على قلبك فترة أثقل من الجبال، ليس لتكتئب بل لتقترب. الناس تهجرني لعيب واحد، والله يقبلني على علاتي. بالمحبة يصبح السقم صحة، بالمحبة يصير القهر رحمة، بالمحبة يصير الميت حيا، بالمحبة يصبح الملك عبدا. أولئك الذين يملكون قلوبا مليئة بالحب دائما تكون أيديهم ممدودة. العاشق ليس وحيدا أبدا، فمعشوقه معه بداخل روحه على الدوام. منذ أن علمنا أن الجنة صنعها الله لأحبابه، أدركنا أن كل مكان يجمع الأحباب هو الجنة. أسوأ ما قد يمر على الإنسان أن يحزن من نفسه وعلى نفسه. لا تتحدى شخصا متصالحا مع وحدته ولا يهتم لكونه وحيدا، لأنك ستخسر دائما. عندما تتخطى أياما صعبة أكمل حياتك كناج وليس كضحية. لا يعرض عنك صادق في وده، إنما يهجرك من كان وده مكذوبا. سأل أحدهم جلال الدين الرومي: نراك تقرأ وتكتب كثيرا، فماذا عرفت؟ قال:
عرفت حدودي. لن يصل إليك إلا من يحمل في روحه شيء من روحك. إن الله يعلم ما بقلبك قبل قولك، لكنه يهديك كينونة الدعاء حتى تذوق لذته. كلما زدت هدوءا زادت إمكانية استماعك. من أقصى الأشياء ضياعا حين قال جلال الدين الرومي: ضاع في أثرهم قلبي، فلا قلبي معهم ولا قلبي معي. لا تهرب من الألم، الألم سيجعلك ناضجا، بدون الألم ستبقى فجا. كل شيء ينتظر وقته، لا وردة تتفتح قبل وقتها، ولا شمس تشرق قبل وقتها. الذي لك سيأتيك. ضرير الروح لا يرى وإن أبصر، وبصير القلب لو أغمض عينه يرى أكثر. عندما تدرك مقاصد القدر لن تتوقف عن الابتسام. أشرق وكأن الكون كله لك. إن الجمال الحقيقي هو جمال الروح وليس الجمال الخارجي، لأنه سوف يأتي يوما ويذبل، بينما جمال الروح يتوهج للأبد. إن من ترك قلبه لله لن يعتم مهما دست في طريقه الظلمات. أربع قواعد اجعلها أساس حياتك: لا تتغير لإرضاء الناس، ولا تتلون لنيل أعجابهم، ولا تتبدل بسبب فشل، ولا تتكبر بسبب نجاح. لا أراك ولكني ألقاك، فرؤية العين رؤية، ورؤية القلب لقاء. كن مثل الشمس نعمة ورحمة، ومثل الليل في تغطية أخطاء الآخرين، ومثل الماء الجاري في كرمه، ومثل الموت في غضبه. كن حييا مثل الأرض، كن على سجيتك، كن كما تظهر. سأل جلال الدين الرومي شيخه شمس الدين التبريزي: كيف تبرد نار النفس؟ قال: بالاستغناء. استغني يا ولدي فمن ترك ملك. قال جلال الدين الرومي: وماذا عن البشر؟ قال: هم صنفان، من أراد منهم هجرك وجد في ثقب الباب مخرجا، ومن أراد ودك ثقب في الصخرة مدخلا. هناك الكثير من الأمل في غياب الأمل. دع عنك معابدهم المشحونة بالرياء، وانصب محرابك في قلبك. وإني لأوصيك بروحي، فهي تسافر إليك أكثر مما تستقر لدي. ضرير الروح لا يرى وإن أبصر، وبصير القلب لو أغمض عينه يرى أكثر. اذهب حيث يرتاح قلبك، اذهب حيث ترغب أنت، حيث تشعر بالأمان والاطمئنان. ساهم في ترميم القلوب، فهي أيضا بيوتا يذكر فيها اسم الله. لا تظن أن الله يمنح فضل ذكر اسمه لكل الناس. أن تذكر الله هو إشارة منه إليك أنه يحبك. أنه يحبك.
توضأ بالمحبة قبل الماء، فإن الصلاة بقلب حاقد لا تجوز. في اللحظة التي تتقبل بها كل شيء حتى الآلام، سيفتح لك الباب. قد يخفي الظلام الأشجار والورود عن أعيننا، لكنه لا يستطيع أن يحجب الحب عن الروح. إذا كان العالم بيت مظلم، سيجد الحب طريقه لإنشاء نوافذ. واجعل مرادنا وفق مرادك فلا نشقى، فقدت كل شيء أملكه فوجدت نفسي. وما أروع أن تكون أنت التائه وأنت الدليل. اظهر دون أن يسقيك أحد، كن لنفسك الساقي والماء والمنبع. لقد سطع ضوء الشمس على الجدار، فاكتسب ذاك الجدار نورا مستعار. فكيف تعلق القلب بالجدار؟ أيها السليم القلب، اطلب الأصل الذي يظل نوره مقيما. يقول مولانا جلال الدين الرومي: ليس في العالم خيال دون حقيقة. الشعر في العين تكون كالجبل العظيم. للمرأة حضور خفي لا يراه ويهتدي به إلا رجل متفتح عارف. فهناك نوع آخر من الرجال بداخلهم حيوان محبوس. ليت هؤلاء يقومون أنفسهم أولا. وإنما التصوف كله أخلاق، فمن زاد عليك بالأخلاق زاد عليك بالتصوف. كنت أسمع اسمي ولا أرى نفسي، كنت منشغلا بنفسي لكني أبدا لم أكن مستحقا لها. وحين كان وخرجت من نفسي وجدت نفسي. وجلس جميل الروح تصيبك عدوى جماله. بدأت أتعب من المخلوقات، أريد جمال الخالق، لكن حين أتطلع هناك أرى نفسي، وحين أتطلع إلى نفسي أرى ذاك الجمال. الجرح هو المكان الذي يوجد فيه الضوء الذي يدخل إلى أعماقك. ولا تلتفت بعيدا، حافظ على بصرك على مكان جرحك، هناك حيث يدخل الضوء إليك. وكأنه برحيل شمس عنه أدرك أن شمس لم يكن جرحا استطاع من خلاله أن يرى نور العشق الإلهي من خلال العبادة الخالصة. في هذا العالم ليست الأشياء المتشابهة والمنتظمة، بل المتناقضات الصارخة هي ما يجعلنا نتقدم خطوة إلى الأمام في كل لحظة ومع كل نفس جديد. يجب على المرء أن يتجدد ويتجدد ثانية. لا قيمة للحياة من دون عشق. العين ترى ما لا تملك على غير أصله، فإن ملكته رأته على أصله. عندما أخبرته أن قلبي من طين سخر مني، لأن قلبه من حديد، قريبا ستمطر، سيظهر قلبي وسيصدأ قلبه. نحتاج بين فترة وأخرى إلى أن نختفي تماما، ولا يتمكن أحد من العثور علينا. اقترب ممن يفتحون في روحك نوافذ من نور،
يقولون لك أنه في وسعك أن تضيء العالم، شيئان يجعلان للحياة معنى، أن تؤمن بقضية ما وأن تحب شخصا ما. الحب هو ألا تخاف وأنت في وسط بحر من الخوف. أحب الأشخاص الأقوياء، وخاصة أولئك الذين تكمن قوتهم في رقتهم وعطفهم. القلب الكثير يخبئ كنوزا. يا إلهي، خذ روحي إلى المكان الذي تتحدث فيه بلا كلمات. ليست المناسك والطقوس هي التي تجعلنا مؤمنين، بل إن كانت قلوبنا صافية أم لا. لا شيء يقضي على النفس الأمارة بالسوء مثل الاستغراق في جمال القلب. الطيور تطير بأجنحة، وأنا أطير بحبك من دون أجنحة. تعال وكلمني، ولا يهم من أنت، ولا إلى أي طريق تنتمي، ولا من هو أستاذك. تعال لنتكلم عن الله. لا تدع قلبك يصدأ بالأسى، ولا تبقى طويلا مع الغائبين. ارقص، وإن لم تزل جراحك مفتوحة، ارقص وأنت حر تماما. لا تجعل في الصلاة تعبيرا عن خوفك، بل اجعلها تعبيرا عن حبك. كل جهدي ليس يجدي إن أكن يا ربي وحدي. عندما تستطيع أن تتخلص من أناديتك، ستعرف وقتها كم كنت تعذب روحك. سئل أحد العارفين: هل الطريق إلى الله طويل لأقطع؟ فأجاب: بل هو حجاب عن قلبك ترفعه. أيها الحبيب، منذ أن دخلت قلبي تحطمت الأصنام فيه، ولم يعد مسكنا لغيرك. عندما يتراكم عليك كل شيء وتصل إلى نقطة لا تتحمل بعدها أي شيء، احذر أن تستسلم، ففي هذه النقطة سيتم تغيير قدرك إلى الأبد. في أصل كل شيء، شيء ما، إليه تعود كل الأشياء. نحن من طين، يوجعنا الأذى، يجرحنا صغير الشوك، ويجبرنا لطف الله. إن أرواح قتل العشق تتصل مباشرة بالخالق سبحانه، وبذلك تنال الخلود. إن الوسيلة التي تمكنك من الحقيقة أكثر تكمن في أن يتسع قلبك لاستيعاب البشرية كلها، وأن يظل فيه متسعا لمزيد من الحب. أيها المسافر، اشتري الورد لعلك تقابل في الطريق من يستحقه. كل الأشياء تصبح أوضح حين تفسر، غير أن هذا العشق يكون أوضحا حين لا تكون له أي تفسير. سوف تتعلم من خلال القراءة، ولكن سوف تفهم من خلال الحب. أيها القلب، تخلى عن كل شيء يكون كل شيء. العجز هو أجمل إشارة ربانية من الله للإنسان بأن وقت الدعاء قد حان. لا تقعد وتنتظر، بل انطلق إلى الخارج واشعر بالحياة. الإهمال رسالة واضحة مختصرة، عنوانها ابتعد. حين تعثر على الجمال في قلبك، ستعثر عليه في كل قلب. من جمال الحياة أن الله يبعث في طريقك من يوقظك بين الحين والآخر،
أنت الذي ظننت لوقت طويل أنك مستيقظ. خذ روحي إلى ذاك المكان الذي يمكن فيه أن أتحدث بدون كلمات. لا حب أفضل من حب بدون حبيب. ليس أصلح من عمل صالح دون غاية. مع الزمن يتحول الألم إلى حزن، ويتحول الحزن إلى صمت، ويتحول الصمت إلى وحدة ضخمة وشاسعة كالمحيطات المظلمة. ابتغي صدرا يمزقه الفراق كي أبث شرح آلام الاشتياق. حسبت أني حكمت نفسي فتأسيت على زمن مضى، أخذا في اعتبار شيئا وحيدا أعلمه، لست أدري من أنا. سلام على أولئك الذين رأوا جدار روحك يريد أن ينقض فأقاموه، ولم يفكروا أن يتخذوا عليه أجرا. كان لديه الإناء ولم يحصل على الماء، ولما حصل على الماء انكسر الإناء. لا تحزن، فالله يرسل الأمل في أكثر لحظات يأسا. إن المطر الكثير لا يأتي إلا من الغيوم الأشد ظلمة. هكذا هي الحياة، فعندما تخبر أحدهم الحقيقة فأنه يكرهك، وكلما تحدثت عن الحب ازدادت كراهيته لك. انظر لكل هذا البهاء المنعكس من روحك، وغني لنفسك أغنية عشق. متى يكون الليل مظلما مع قمر وجهك، والنهار بدونك ظلام؟ الحب النقي هو من يسكن الوحش الذي بداخلك. أطلق العنان للمحبة وكن روحانيا، كن طيبا، كن عاشقا. ما سعده ذلك الذي لا يكون الحسد رفيقا له. معك أيها القمر، متى تكون الأرض مظلمة؟ اصمت، لأن الصمت كلام، والمعاني المعلقة ستارة لبحرك. عندما تعرف روحك روحي معرفة تامة، فإن كلا الروحين يتذكر أنهما كان روحا واحدا في الماضي. وعود أهل الكرم كنز لا يفنى، ووعود أهل الخسة عناء للنفس. لقد كان عند أحدهم حمار ولم يكن لديه سرج له، وعندما وجد السرج اختطف الذئب الحمار. لعل ما يولد في الربيع يموت ذات خريف، إلا هذا الحب لا يموت أبدا. وما سعد ذلك الرجل الذي نجا من نفسه وأصبح متصلا بوجود حي. أولئك الخائفون من أين لهم أن يدركوا غبار العشق؟ هناك فيما وراء أفكار الصواب والخطأ يوجد مجال، سأقابلك هناك. أين الصبر؟ فلو كان الصبر جبلا قاف المحيط بالدنيا لتبدد كالثلج بشمس الفراق. إن الكلمات التي تنبعث من أفواهنا لا تتلاشى، بل تظل في الفضاء اللانهائي إلى ما لا نهاية، وستعود إلينا في الوقت المناسب. ويسألونك أين تجد الجمال؟ قل لهم في الوجوه التي تستحي من الله. اظهر كما أنت وكن كما تظهر. كل
كل من حرر صدره من الشوائب صار مرآة لنقوش عالم الغيب. عليك أن تعي أن الحب الذي يضعه الله في القلب لا ينتزعه إلا هو، لا غياب ولا اعتياد أو مسافات تستطيع نزعه، حتى الخذلان لا يفعل. يا بني جاور من يهون عليك الدنيا لا من تهون عليه. إذا بدا كل شيء حولك مظلمة انظر مرة أخرى فقد تكون أنت النور. في نهاية المطاف ستأتي الأشياء من تلقاء نفسها دون أي جهد، أو سترحل للأبد رغم كل الجهود. سألته كيف يمكن لقلب المتناهي الصغير أن يتسع كل هذا الألم، فأجابني: انظر إلى عينيك كم هي صغيرة ولكنها ترى الكون. هروبك مما يؤلمك سيؤلمك أكثر، لا تهرب، تألم حتى تشفى. لا تركع لمن أراد الرحيل، فصلاة الميت لا ركوع فيها. لنا حق التمني ولله سر الإجابة. إذا كان التوحيد بباب الدار والشرك داخل الدار فذاك النفاق بعينه. خراب معظم الناس من الزلات، وخراب الزهاد مع الشهوات، وخراب الصديقين في اللحظات. اجعل الدنيا لنفسك والآخرة لقلبك والمولى لسرك. همك ما أهمك فليكن همك ربك عز وجل وما عنده. الدنيا لها بدل وهو الآخرة، والخلق لهم بدل وهو الخالق عز وجل. إذا جاءت البلايا من الله عز وجل وأنت ثابت فأنت محب، وإن تغيرت بان الكذب وانتقد الأول وذهب. إذ كان السائل هدية من الله عز وجل وأنت قادر على أن تعطيه، فكيف ترد الهدية على مهديها؟ قابل العسر بالصبر واليسر بالشكر. العبادة ترك العار. حياة القلب بالخروج من الخلق والقيام مع الحق عز وجل من حيث المعنى. تفكر ساعة خير من قيام ليلة. كل من وادته تصبح بينك وبينه قرابة، فانظر لمن توادد. المؤمن الموقن له عينان ظاهرتان وعينان باطنتان، فيرى بالعينين الظاهرتان ما خلق الله عز وجل في الأرض، ويرى بالعينين الباطنتين ما خلق الله عز وجل في السماوات. من كنوز البر كتمان السر والمصائب والصدق. احذر بحر الدنيا فقد غرق فيه خلق كثير. لا تكن في أخذك للدنيا كحاطب الليل لا يدري ما يقع في يده. كل ما هو موجود في العالم موجود في الإنسان، وليس كل ما هو موجود في الإنسان موجود في العالم. كل من كان له مدد في داخله فلا يخاف من العالم الذي لا مدد فيه.
إن الكلمات التي تنبعث من أفواهنا لا تتلاشى بل تظل في الفضاء اللانهائي إلى ما لا نهاية، وستعود إلينا في الوقت المناسب. ولا تسعني الأرض ولا السماء ولا يسعني العرش أيضا. واعلم أن هذا يقينا أيها العزيز، ويسعني قلب عبد المؤمن. ويا للعجب، وإن كنت تبحث عني فاطلبني في تلك القلوب. الحكم نتيجة الحكمة، والعلم نتيجة المعرفة، فمن لا حكمة له لا حكم له، ومن لا معرفة له لا علم له. العالم هو اعتراف متبادل بالوجود بين الله والإنسان عبر العقل. لا تحتقر أحدا أو شيئا، فالله حين خلقه لم يحتقر. لا راحة لك من الخلق، فارجع إلى الحق فهو أولى بك. الوحدة والخلوة شيئان مختلفان، فعندما تكون وحيدا من السهل أن تخدع نفسك ويخيل إليك أنك تسير على الطريق القويم. أما الخلوة فهي أفضل لنا، لأنها تعني أن تكون وحدك من دون أن تشعر بأنك وحيد. من الأفضل لك أن تبحث عن شخص يكون بمثابة مرآة لك. تذكر أنك لا تستطيع أن ترى نفسك حقا إلا في قلب شخص آخر وبوجود الله في داخلك. يوجد فرق كبير بين الشرق والغرب والجنوب والشمال، فمهما كانت وجهتك يجب أن تجعل الرحلة التي تقوم بها رحلة في داخلك. فإذا سافرت في داخلك فسيكون بوسعك اجتياز العالم الشاسع وما وراءه. لا تحاول أن تقاوم التغييرات التي تعترض سبيلك، بل دع الحياة تعيش فيك، ولا تقلق إذا قلبت حياتك رأسا على عقب. فكيف يمكن أن تعرف الجانب الذي اعتدت عليه أفضل من الجانب الذي سيأتي؟ لا يعني أن الصبر أن تتحمل المصاعب سلبا، بل يعني أن تكون بعيد النظر بحيث تثق بالنتيجة النهائية التي ستتمخض عن أي عمل. ماذا يعني الصبر؟ إنه يعني أن تنظر إلى الشوكة وترى الوردة، أن تنظر إلى الليل وترى الفجر. أما نفاد الصبر فيعني أن تكون قصير النظر ولا تتمكن من رؤية النتيجة. عندما ترتكب ذنبا اسأل التوبة فورا. الإنسان لا يختنق إذا وقع في الماء، يختنق لأنه لم يخرج. لا تقم بعمل ستندم عليه عندما يعود عقلك لرأسك. ما لم يحترق القلب فالعين لن تدمع. البشر كحبات المطر، منهم من يحط على الوحل ومنهم من يحط على أوراق الورد. ولتعلم أن ما تسعى إليه يسعى إليك. كن صبورا ولا تفقد إيمانك، وسترى الغد سيكون أجمل من الأمس. الصبر مفتاح السعادة. إن كان لك نصيب أن تأخذ درسا حتى من النمل، وإن لم يكن ولو وضعت العالم كله أمامك لن تأخذ شيء. الشخص الذي يظن نفسه ناقصا يقفز ويركض ليصل للكمال، أما الذي يظن نفسه كامل بسبب هذا الظن لن يصل لله.
خير الناس من نفع الناس، وخير الكلام القليل والمفهوم. خرج كل هذا العالم المتأرجح بين الصواب والخطأ، يوجد بقعة فارغة لا يوجد بها سوى الحب، لذا فلنلتقي هناك. تكمن حياة العاشق في الموت، فلن تملك قلب حبيبك إلا إذا فقدت قلبك. الحب هو السعادة التي تجرح، ما إن يلمس الحب أي شيء حتى يجعله مقدسا. إذا استشعرت السعادة والفرح في كل لحظة ليلا ونهارا، اعلم أن قلبك قد لامسه العشق. سلامي لكل عاشق يعشق سرا في الخفاء، لكل عاشق تأكد أن العلاقات العلنية لن تبقى، لكل مؤمن بقصة الشجرتين اللتان يمر خلالهما الناس دون أن يدروا أن جذورهم تتعانق تحت الأرض. بلا حب تصبح كل الموسيقى صخب وضجيج، وكل العبادات عبء ثقيل، وكل الرقص جنون كبير. الوداع لا يتحقق إلا لكل من يعشق بعينيه، أما من يعشق بروحه فلا وداع له أبدا. إن مهمتك ليس البحث عن الحب والسعي إليه، بل مهمتك الحقيقية هي البحث عن كل الحواجز التي أقيمت بينك وبينه. جراحنا بمثابة تشققات، يجب أن نكون ممتنين لها لأن النور يتسلل منها. من حكمة الله أنه يجمع كثير القلب مع كثير مثله حتى تلتقي الجروح سويا وتشفى. لا تحزن على أي شيء فقدته، فقط انظر حولك جيدا، ستجد أنه يعود إليك في صورة أخرى أفضل. لا تحزن بين تأرجحك بين الشعور ونقيضه، فربما يجعلك الله تختبر كل الشعورين لكي يكون لك جناحين تطير بهما وليس جناحا واحد. لكي تتجاوز كل هذا الظلام، ركز عينيك على النور. ما الإنسان إلا فكر وبعض العظم والجلد. المعرفة فن، وفن المعرفة هو أن تستطيع تجاهل ما ينبغي عليك أن تتجاهله. إن النفس البشرية إذا مدحت كثيرا أصبحت فرعون. قميص يوسف كان نعم البشرى حين ألقي على وجه يعقوب. أسعد الناس من استطاعوا التخلص من القيود القابعة في حياتهم. عندما تتعرض للانتقاد والسخرية، تنمو في قلبك حشرة صغيرة من الكراهية. اسحقها فورا، وإلا ستتحول إلى ثعبان ضخم أو وحش عظيم. أي من هذا أكثر صدقا؟ طاعة الله في الخفاء أم طاعته في الخضوع؟ الحل الوحيد والأمثل هو أن تكون عبدا لله. النور الظاهر في العين نابع من نور القلب، والنور الذي في القلب نابع من نور الله. البشر كحبات المطر، منهم من يحط على اللوحل، ومنهم من يحط على أوراق الورود.
لا تضيق نفسك لكل شيء يا قلبي، فلا الأحزان باقية ولا حتى العمر. لدى أياد قلبي قلم، يا أما يكتب لي السعادة يا أما الألم. احذر من أولئك الذين تصاحبهم والذين ترافقهم، لأن البلبل يؤدي بصاحبه إلى الورود، والغراب يؤدي بصاحبه إلى المزمنة. لا تتكلم بسوء، لا تفكر بسوء ولا تزرع السلبية، وبذلك ستنجو من كل شرور ومساوئ العالم. كن كالماء الجاري في الكرم والمساعدة، كن كالشمس في الرحمة والشفقة، كن كالليل في محو أخطاء غيرك، كن كالموت في الغضب والعصبية، كن كالتراب في التواضع، كن كالبحر في التسامح. كيف يضحك المرج إن لم يبكي السحاب؟ وهل ينال الطفل اللبن بغير بكاء؟ الأدب ليس إلا تحمل من لا أدب عنده. لربما أنك باحث في الأغصان عما لا يظهر إلا في الجذور. دخلت قلبي لأرى كيف هو، شيء ما هناك جعلني أسمع كل العالم يبكي. طين أنا، كلما صفحتك نبت فوق كف الياسمين. استمع إلى صوت الناي، كيف يبث ألم الحنين يقول: مذ قطعت من الغاب وأنا أحن إلى أصلي. أنا أشبه أنا، واحدنا يشبه الآخر. ربما تكون الأذنان هما القطنتين اللتين تحجبانك عن السمع. لا تجزع من جرحك، وإلا فكيف للنور أن يتسلل إلى باطنك؟ ما تبحث عنه يبحث عنك. يمكن لي أن أنقسم عن أي واحد عدا ما يحتوي لي ضمنه. ألقي نفسك في نهر العشق حتى وإن كان نهرا من الدماء. هكذا أود أن أموت في العشق الذي أكنه لك، كقطع سحب تذوب في ضوء الشمس. ويسألونك عن المحظوظ، قل: ذاك الذي مسته من الله رحمة فأصابت قلبه فأحيته. إن صادفت يوما إنسانا حقيقيا، فلا تدعه يغيب عن أفق الروح أبدا. السجن ليس سياجا وأسوار، فقد يكون فكرة، وقد يكون لحظة زمنية، وقد يكون شخصا. تذكر دائما أنك لست محدودا بفرصة واحدة أو مستقبل معين. الحياة أوسع من أن تتمسك بشيء ظنا منك بأنه قد لا يتكرر. لا تهتم كثيرا بالكلام، ففي مدينة العشق لا أهمية لأي لغة ولا حاجة للكلمات من الأساس، لأن هذا العشق صامت تماما. فكم من منفرد لا يشعر بالوحدة، وكم من مجتمع ولكنه وحيد. فالوحدة وحدة وجدان لا أبدان. شخص واحد فقط سيمر في حياتك، خطوط يديه تشبه خارطة وطنك، ما إن يسحب كفه عن مصافحتك حتى تشعر أنك بالمنفى. إن في الحياة
فترات انتقالية لا يمكن اجتيازها دون أن يموت شيء ما بداخلك. إذا تغير قلبك يتغير العالم. من الأفضل أن تواجه الحقيقة بدلا من أن تخدع نفسك بالكذب. بغض النظر عما نفعله في هذه الحياة، فإن نيتنا هي التي تحدث الفرق. كما لكل إنسان وقت سيموت به، كذلك يوجد وقت للوقوع في الحب. إنهم يسمحون لك فقط أن تكون سعيدا عندما يكونون مستعدين لأخذ شيء منك. من لا يحب ذاته يستحيل أن يحب. يمكنك رؤية نفسك بالكامل فقط في مرآة شخص آخر. الحب ليس كلمة لطيفة، إنه بوصلة في حد ذاته. الإيمان مثل الحب لا يحتاج إثبات، إنه لا ينتظر تفسيرا منطقيا إما أن يكون هناك أو لا يكون. إذا بقينا كما نحن نفس الشخص قبل الحب وبعد الحب، هذا معناه أننا لم نحب القدر الكافي. لأنه عندما تحب شخصا ما، فإن أهم شيء يمكنك القيام به من أجله هو التغيير. عليك أن تتغير جدا، بحيث يجب أن تتوقف عن كونك أنت. أنت قلق كثيرا فيما يتعلق بما يعتقده الآخرون عنك، ولكن يجب أن تعرف أنه كلما اشتدت رغبتك في أن تقبل وتحرم من قبل الآخرين، كلما زاد تأثرك وهوسك بنقدهم وإشاعتهم. الصبر يعني أنك تمضي قدما وليس مجرد الوقوف ساكنا. حين تجمعني الحياة بشيء منك، تستيقظ في قلبي ألف حياة. تعلق الفان بالفان يفنيه، وتعلق الفان بالباقي يبقيه. إن معاناة إنسان واحد تؤذينا جميعا، وبهجة إنسان واحد تجعلنا جميعا نبتسم. أزهر من جديد، أثبت لهم أن الذبول خرافة. المرء مع من لا يفهمه سجين. أولئك الذين يتركون كل شيء في يد الله سوف يرون في النهاية أيدي الله في كل شيء. يوما ما سنلتقي ونحكي كيف صارت بين السبل حتى اللقاء. لعل معروفا صنعته ثم نسيت، ما زال يحرسك من مصائب الدهر. التعلق نتيجة الشعور بالنقص، أما الحب نتيجة الشعور بالانتماء. لا تخشى الموت، بل اخشى الحياة بلا حياة. إذا كنت تبحث عن الكمال فأنت لا تبحث عن الحب، لأن معجزة الحب تكمن في عشق العيون. والأمان أعلى منزلة من الحب، فلا تقترب أبدا حين تنبهر، اقترب فقط حين تطمئن. لا يهمني أن تكون حياتي طويلة، بل أن تكون عميقة. أن أمر أنا بالأيام، لا أن تمر هي بي.
لكل ليل قمر، حتى ذاك الليل الذي بأعماقك. إن لم تجد نفسك بداخلك فلن تجدها بأي مكان آخر. سوف تتعلم من خلال القراءة، ولكن سوف تفهم من خلال الحب. يجب عليك أن تفهم أن هذا السن مجرد رقم ولا يشكل حقيقتك أبدا. ربما تكون طفلا بسن 60 أو شيخا بسن 20. أنت جزء من سمفونية الكون، قد تكون مستمعا أو عازفا. أولئك الذين يأملون أن تذهب المعاناة يوما عنهم لن تذهب، لأن المعاناة ليست في الأشياء، إنما المعاناة بداخلهم، ستذهب معهم أينما ذهبوا. أكمل في الطريق الذي انشرح صدرك له، لا تتوقف لأن أحدهم نعته بالمظلم. الطريق طريقك، والخطى خطاك، والنور في قلبك. إن الطريق التي نرى فيها الله ما هي إلا انعكاس للطريقة التي نرى فيها أنفسنا. فإذا لم يكن الله يجلب إلى عقولنا سوى الخوف والملامة، فهذا يعني أن قدرا كبيرا من الخوف والملامة يتدفق من نفوسنا. أما إذا رأينا الله مفعما بالمحبة والرحمة، فإننا نكون كذلك. أربعة أشياء، منها صلاح القلب: النظر في اللقمة، الفراغ للطاعة، صيانة الكرامة، وترك ما يشغلك عن الله. من لا يخاف الله عز وجل لا عقل له. الفقر والبلاء مع عدم الصبر عقوبة، ومع وجوده كرامة. يقول مولانا جلال الدين الرومي: كل شخص يرى المجهول على قدر نقاء قلبه. كل عين تراك على قدر حبك لك. لقد فتحت باب قلبي وملأته بألم الحب، ركضت مرتعدا أبحث عن العزاء عند الآخرين، لكنهم لم يستجيبوا لنواحي. وحيدا يائسا أتضرع إليك، لا تهمني الآن. العشق هو تلك الشعلة التي عندما اشتعلت أحرقت كل شيء ما عدا المعشوق. وأنت بسبب شوكة واحدة تفر من العشق، فماذا تعرف أنت عن العشق ما خلا الاسم؟ دين الحب منفصل عن كل أشكال الديانات. العاشقون أمة واحدة ودين واحد، وهذا هو الله. لابد لنا من الصمت بعض الوقت حتى نتعلم الكلام. دع روحك تجذب بصمت إلى ما تحبه، حقا إنها لن تضلك أبدا. ثمة صوت لا يستخدم الكلمات، أنصت إليه ليرتفع منك المعنى للصوت، فإنما يجعل الزهر ينبت ويتفتح هو المطر للرعد. أتريد أن تدخل إلى الفردوس؟ تحتاج إلى رحمة الله لتسير على الصراط المستقيم. جميعنا نواجه الموت في النهاية، والهجر موت بطيء، نتذوق الموت فيه كل مرة.
حياة العاشقين في الموت، ولن تملك قلب الحبيب إلا بفقدان قلبك. كم يفر المرء من بلاء ليقع في آخر، من ثعبان فيلقى تنينا. طالما احتال الإنسان كانت حيله شركا وقع فيه. لا تدع حلقك يضيق بالخوف كل نهار وكل ليلة، خذ رشفات أنفاس قبل أن يغلق الموت فمك. حين تذهب إلى الله مكسور الجناحين تعود محلقا. كلنا سينتهي بنا المطاف إلى مغادرة هذا العالم، فلتحرص إذن وأنت هنا ألا تجرح قلب إنسان كائنا من كان. يقول محيي الدين بن عربي: كل إحسان ترى نفسك فيه محسنا لا يعول عليه. إلهي، ما أحببتك وحدي لكن أحببتك وحدك. من لم يمت حسه لم يعرف نفسه. يا من يراني ولا أراه، كم ذا أراه ولا يراني. وحق الهوى أن الهوى سبب الهوى، ولولا الهوى في القلب ما وجد الهوى. الزمان مكان سائل، والمكان زمان متجمد. لا تأخذ العلم إلا عمن يعمل به، من لم يمت عن هواه لا يمكن أن يراه. ما دمت في طلب الحق فلا تقف مع الخلق، السائر إلى الله منقطع برؤياه. من لم يأخذ الطريق من الرجال فهو ينتقل من محال إلى محال. من عرف الحق استغنى به عن الخلق. لا تكن عبد الله وأنت تميل إلى شيء سواه. من صدقته سريرته انفتحت بصيرته. يقول مولانا جلال الدين الرومي: كل شيء ينتظر وقته، لا وردة تتفتح قبل وقتها، ولا شمس تشرق قبل وقتها. انتظر الذي لك سيأتيك. من أرقى أنواع رفاهية الروح أن يكون انفرادك بنفسك هو متعتك الحقيقية. فمن لا يأنس بذاته لا يأنس بشيء آخر. إن مهمتك ليست البحث عن الحب، بل البحث بداخلك عن تلك الجدران والحواجز التي تبقيك بعيدا عن روحك. لا تجبر أحدا على اعتناق أرواحكم، فالحب مثل الدين لا إكراه فيه. مت في الحب وابقى حيا للأبد. العارف هو من رأى النهاية في البداية. من لم يكن نورا لنفسه لن تسعفه كل أضواء الكون. في انحناء ظهرك لله استقام لعوجاج قلبك. أتريد أن تعلم معنى العطاء؟ انشر الفرح بين الناس من عمق جرحك. من أفضل المعاني هو أن تزرع أشجارا لا تتوقع أن تجلس تحت ظلها. من يدخل الطريق بلا مرشد يستغرق 100 عام في رحلة لا تحتاج سوى يومين. تراك متحمسا لفكرة ما، ذلك أن عيبها مخفي عنك. فلتصمت أنت أيها الجسد، إن قلبي يتحدث. وعندما يتحدث القلب ليس هناك أنا ولا نحن. ركز على التغيير من نفسك،
سيظهر العالم كله بشكل مختلف، وفي روحي حقول كثيرة. وحدك يا الله رب المطر، أينما كان النور فأنا الشغوف، وأينما كانت الزهرة فأنا الفراشة، وأينما كان الجمال فأنا العاشق، وأينما كانت الحكمة فهي ضالتي. أو تظن أنك حي لمجرد أنك تتنفس؟ الشيء الذي يعطى دون حاجة إليه يغدو عبئا ثقيلا على صاحبه. الليل بالرغم من أنه ضد للنهار، إلا أنه معينه ونصيره وعمله واحد. الظلام لا يمكنه أن يطرد الظلام، فقط النور هو من يفعل ذلك. والكراهية لا يمكن أن تطرد الكراهية، فقط الحب يستطيع فعل ذلك. ليس كل ما في القلب قابل للبوح، هناك ما يولد ويموت ولا يفسخ عنه. ولعل ثقب نصب قلبك جعله الله لك عينا تبصر به الحقيقة. اتبع قلبك دوما وسوف يأخذك حيث كنت في حاجة للذهاب. سلام على أولئك الذين رأوا جدار روحك يريد أن ينقض فأقاموه، ولم يفكروا أن يتخذوا عليه أجرا. يحتاج التأمل مكانا أو زمانا خاصا، لابد أن تعرف أن التأمل فعل مستمر، هو مراقبة لكل شيء أولها نفسك. ما من شيء يدمر روح الإنسان أكثر من الاستياء الذي يتأجج في داخله. عندما تحب الله فأنت تحب كل مخلوقاته، من أجله وبفضله تذوب جميع الانقسامات وتختفي، ومن هنا لا يعود هناك شيء يدعى أنا، وكلما تبلوه هو صفر كبير يغطي كيانك كله. قد يأتيك الحظ على هيئة شخص ترى نفسك من خلاله. ضرورة المسافات بينك وبين الناس كضرورة المسافات بين الكلمات لتكوين الجمل. كل حادثة تقع، كبيرة كانت أو صغيرة، وكل مشقة نتكبدها هي جانب من خطة إلهية تحدث حتى النهاية. في لحظة ما بمضة من الزمن قد يتغير كل هذا الذي تظنه لن يتغير. الحب رحلة، وكل مسافر فيها سيتغير، أراد ذلك أم لا. لا أحد يمضي في طريق الحب ويبقى كما هو. مهما حدث في حياتك ومهما بدت الأشياء مزعجة فلا تدخل ربوع اليأس، وحتى لو ظل جميع الأبواب موصدة فإن الله سيفتح دربا جديدا لك. لا تحكم على الطريق التي يتواصل بها الناس مع الله،
فلكل امرئ طريقته وصلاته الخاصة. إن الله لا يأخذنا بكلماتنا، بل ينظر في أعماق قلوبنا، وليست المناسك والطقوس هي التي تجعلنا مؤمنين، بل إن كانت قلوبنا صافية أم لا. إن السعي وراء الحب يغيرنا، فما من أحد يسعى وراء الحب إلا وينضج أثناء رحلته. فما إن تبدأ رحلة البحث عن الحب حتى تبدأ تتغير من الداخل ومن الخارج، إذا أراد المرء أن يغير الطريقة التي يعامله فيها الناس، فيجب أن يغير أولا الطريقة التي يعامل بها نفسه. وإذا لم يتعلم كيف يحب نفسه حبا كاملا صادقا، فلا توجد وسيلة يمكنه فيها أن يحب. لا تهتم إلى أين ستقودك الطريق، بل ركز على الخطوة الأولى، فهي أصعب خطوة يجب أن تتحمل مسؤوليتها. وما أن تتخذ تلك الخطوة، دع كل شيء يجري بشكل طبيعي، وسيأتي ما تبقى من تلقاء نفسه. لا تسير مع التيار، بل كن أنت التيار. ليس من المتأخر مطلقا أن تسأل نفسك، هل أنا مستعد لتغيير الحياة التي أحياها؟ هل أنا مستعد لتغيير نفسي من الداخل؟ وحتى ولو كان قد تبقى من حياتك يوما واحدا يشبه اليوم الذي سبق، ففي كل لحظة ومع كل نفس جديد يجب على المرء أن يتجدد ويتجدد ثانية. ولا توجد إلا وسيلة واحدة حتى يولد المرء في حياة جديدة، وهي أن يموت قبل الموت. لا شيء أسهل من الكراهية، أما الحب فهو يحتاج نفسا عظيما. لا يعذب الروح ويشوش القلب شيئا بقدر التعلق. إن الروح مهما امتلكت ستبقى حزينة دائمة، هذا العالم ليس بيتها، وكل ما يقدمه لها هي أشياء تقدم لمن لا يرغب فيها. حين تشعر بالبهجة والسلام، فاعلم إنك قريب من الحقيقة. إلى أن يحين الوصال فإن الشوق لا ينتهي، وتظل تسعى جاهدا في همة، والله يعطي من يشاء إذا شكر. ولربما كفاك الله شيئا تحبه كي لا يمسك ضرر. جسدك بعيد عني، لكن هناك نافذة تفتح بين قلبي وقلبك، والحب هو المسك، لا تنكره إن شممت رائحته. ومن كان في حنايا الروح مسكنه، فلا فرق إن رأته العين أو غاب. قال مولانا: لماذا تترك لسانك بدون دعاء؟ أما أنك من الناس الذين ينتظرون أن يفتح لهم الباب دون أن يتركوه. أناديه كما ينادي الطفل أمه، لا لشيء، ولكني أحب تكرار اسمه: الله الله الله. اجعل الحب الذي فيك أقوى من الإساءة التي تأتيك. نحن فراغ لا يملأنا إلا الحب،
ونحن أعتمة لا يضيئها إلا العشق. رباه إن تكن عن صنيعي راضيا، ما ضرني أن العوالم تغضب. وإن ضاقت بك الأركان يوما، فركن الله باق لا يضيق. همس للحبيب قائلا: أتعرف ما هذه الأحزان؟ إنها ليست سوى جدار بين بساتين، فلا تبتئس. تهوى العين ما يعجبها، ويهوى العقل من يفهمه، أما الروح فلا تهوى إلا من يشبهها. إذا بذا كل شيء حولك مظلمة، انظر مرة أخرى قد تكون أنت النور. قلت للحب لن أموت حتى أعرفك، قال الحب: من يعرفني لا يموت. الشيء الذي سيأتي سيذهب يوما ما، الشيء الذي ستعثر عليه سيضيع مرة أخرى، ولكن الشيء الذي أنت عليه، حقيقتك الداخلية، تلك أكبر من التواجد والضياع وأبعد من الوصف، ذلك هو أنت. حين يخلد الجميع للنوم لا يبقى سوى العشاق يحكون حكايات عشقهم للمولى فيسمعهم. أنت تجول في قلبي وتسكن في روحي وتملأ عيني بالسرور، أنت فرحي، وبدونك لا يمكن أن أكون. هذا العالم غارق في الآلام والمآسي من رأسه إلى قدمي، ولا أمل له في الشفاء إلا بيد الحب. العارف هو من رأى النهاية في البداية. من دون الحب كل الموسيقى ضجيج، كل الرقص جنون، وكل العبادات عبء. كن قويا عزيزا أمام الآخرين، ثم ذهب وعش ضعفك كاملا أمام الله. لا تترك هذا الصباح، لا تتركه يمر من غير أن تلقي نظرة على قلبك. فالذين نسوا قلوبهم في الصباحات نسوا شمسهم التي لا تغيب. هناك شمعة في قلبك تنتظر أن تضاء، هناك فراغ في روحك ينتظر أن يملأ. أنك تشعر بهذا، أليس كذلك؟ أصغ للصمت، فإن لديه الكثير ليبوح به. ويسأل المحبوب حبيبه: هل تحب نفسك أكثر مما تحبني؟ يجيب: لقد ماتت نفسي وعاشت فيك. إنك تبحث في العالم عن الكنز، لكن الكنز الحقيقي هو أنت. إن أغواك الخبز فلن تجد إلا الخبز، إنك تصبح ما تبحث عنه. ما ضرك لو أطفأ هذا العالم أضواءه كلها في وجهك؟ ما دام النور في قلبك متوهجا. الوداع لا يقع إلا لمن يعشق بعينيه، أما ذاك الذي يحب بروحه وقلبه فلا ثم انفصال أبدا. ما تبحث عنه يبحث عنك. لا حل إلا أن تكون لله عبدا. ليس كل ما في القلب قابل للبوح، هناك ما يولد ويموت ولا يفصح عنه. وسلام على الطيبين الذين إذا رأوا جدار روحك يريد أن ينقض فأقاموه. مع الزمن يتحول الألم لحزن، ويتحول الحزن لصمت، ويتحول الصمت إلى وحدة ضخمة شاسعة كالمحيطات المظلمة.